طيب ناخد التليفون. أمة الله. أيوه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. لو سمحتي ممكن أسأل الشيخ في حاجة؟ اتفضلي. بصي حبيبتي، أنا متجوزة من أكتر، أنا سني كبير 80 سنة، متجوزة من أكتر ربنا يديك من الصحة. 38 سنة. تمام. مع زوج لو أنا شرحت لك يتكتب فيه كتاب من المساوئ اللي أنا شفتها في حياتي. يا ساتر يا رب. ماشي، وكان يعمل مشاكل ويسيب البيت 3 4 شهور عشان ما يصرفش، ما يتحملش مسؤوليه، هو بخيل، مسؤوليه حد. مش بخيل، ده شحيح. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. ده شحيح مش بخيل. ثانيا ما عندوش نخوه، مش يعني، انا لو اقسم بالله العظيم لو حكيت حكايات لا يمكن حد هيتخيلها في حياتي كلها. ده مش، ما عندوش النخوه ولا الرجوله ولا الحاجات دي كلها. انا بس عايزه اسال، انا روحت وبيدرس العلوم الازهر، وانا علوم الازهر ولا بيعمل باي حاجه منها خالص في اللي ده. بس ورحت في دار الافتاء يقول لي مش عارفه، يقول لا، سالت شيخ يا رب، يقول لي لا ما فيش حاجه اسمها خلع. انا طلبت الطلاق كتير كتير. انا عايشه مضروره، ولا بتاع تحمل مسؤوليه، وبتاع مشاكل مع الناس، ويعمل لك مشاكل من اي جانب. حضرتك بتقولي متجوزه بقالك 35 سنه؟ وانا وطلبت الطلاق كتير كتير جدا، اساء لامي وسبب جيلي وكذاب. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. سبب جيلي، سبب جيل لامي وهي عندها، وهي في تربتها 40 يوم. سبب جيل لامي والابويا والعيلتي في البدايه، ويذبح 9 سنين بيذبح، وهو يقول لك مش انا اللي بذبح، بس يضحي الاضحيه. انسان كذاب. انا احترت اعمل له ايه؟ وانا مش عايزه اعمل محاضر اكتر من كده وقضيه عشان ما اسيقش لاي حد من عيلتي. طيب سؤال حضرتك ايه؟ اعمل ايه؟ ديوث، انسان ديوث. يا ساتر يا رب، يا ساتر. طب خلاص 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 خلاص. طيب حاضر، تابعينا حضرتك. هي بتسال تعمل ايه؟ هي محتاجه سؤال، ما تروح تعمل خلع. ما بتقول راحت، انا حسب ما سمعت وصححوا لي برضو، هي بتقول ان هو راح سال وقال لها ان مفيش حاجه اسمها خلع. هي دي محتاجه سؤال؟ ده كبير، هي قالت كده صح؟ كبير وصغير عارف ان جوزها سال شيخ الامر يضيق، فقال له مفيش حاجه اسمها خلع. يا سيدتي مش محتاجه سؤال شيخ، ده الف في معروف في الحقوق الزوجيه. ضاق بك الحال واذاكي بهذه الطريقه، وحضرتك بتوصفيه بكل هذه الاوصاف، ازاي اصلا هي هتبص في وشه بعد كده؟ او هو ازاي يرضى بعد هي ما اعتقدت فيه هذه الاعتقادات من عدم الرجوله والدياسه وعدم النخوه، ازاي هو يقبل انه يعيش؟ هي كمان بتتكلم حضرتك بكل سهوله جدا، بكل ما تتعبيش نفسك ولا تتعبي اعصابك. 35 سنه كفايه قوي، اللي كانت عدل كانت عدل في ال 30 سنه ولا في ال 20 سنه اللي فاتوا. حضرتك روحي اعملي خلع، الخلع ده الف فيه اي محامي يرفع لك خلع وخلاص وتخلصي من الحياه الزوجيه. ده لو حضرتك والقضاء هيجيب لك خلاص، ما انتيش قادره ان انت تكملي، ووصل بيكي الحال انه هي نهايه الحياه معاه بالشكل ده. انما مش محتاجه ان احنا نوصف بعض بالاوصاف الايه؟ الخطيره دي. طالما اعتقدت في هذه الاوصاف يبقى خلاص الحياه الزوجيه اظن اتعكرت وشبع التعكير يعني، فما فيش داعي حضرتك اعملي خلع، والامر سهل جدا، كل 5 6 شهور وبيتحكم لك فيه على طول ان شاء الله.